تصدرت مدينة رفح في غزة عناوين الأخبار لما لها من أهمية في إطار الحرب الدائرة في القطاع، فماذا نعرف عنها؟ باختصار إليكم التفاصيل. تقع رفح جنوبية غزة وتمثل شريان الحياة بالنسبة لسكان أهل القطاع ومنفذهم الوحيد إلى العالم الخارجي. فيها يقع معبر رفح الحدودي الوحيد بين القطاع ومصر، فمنه تدخل المساعدات الإنسانية ومنه يدخلون ويخرجون. ويعتبر هذا المعبر البوابة الوحيدة الخارجة عن سيطرة إسرائيل من ضمن معابر القطاع الثمانية. تبلغ مساحة مدينة رفح الحدودية 55 كيلومتراً، وهي أكبر مدن القطاع، ومثلت على مدار السنين محطة للتبادل التجاري بين المصريين والفلسطينيين. تبعد عن مدينة غزة 35 كيلومتراً وعن خان يونس التي دارت فيها معارك طاحنة 10 كيلومترات، يحدها من الغرب البحر المتوسط ومن الجنوب الحدود المصرية. تأسست المدينة قبل 5000 عام وغزاها الفراعنة والآشوريون والإغريق والرومان، وعرفت بأسماء عدة، لكن العرب منحوها اسمها الحالي. وخلال العقود الماضية تناقلت دول عدة السيطرة عليها، إذ خضعت عام 1917 للحكم البريطاني، وفي عام 48 سيطرت عليها مصر، لكنها وقعت في يد إسرائيل عام 56، ثم عادت للإدارة المصرية بعد سنة قبل أن تستعيدها إسرائيل خلال حرب 67. وبعد اتفاقية كامب ديفيد عام 79 بين مصر وإسرائيل، قسمت رفح إلى قسمين، مصرية وفلسطينية. عادت رفح إلى الإدارة الفلسطينية في أعقاب انسحاب إسرائيل من كامل غزة عام 2005، ونتيجة الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ عام 2007، حفر الفلسطينيون عشرات الأنفاق التي ربطت بين مصر وغزة، وشكلت هذه الأنفاق شرايين حياة دمرتها القاهرة فيما بعد. تضم رفح 10 أحياء وتجمعات سكانية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 260 ألف نسمة. يعود أصول معظم سكان المدينة إلى خان يونس المجاورة وصحراء سيناء وبدو النقب، وانضم إليهم الكثير بعد النكبة من باقي الأراضي الفلسطينية. ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، فر أهالي وسط وشمال غزة إلى رفح خوفاً من الموت، فتضاعف عدد سكانها 5 مرات ليصل إلى قرابة 1.5 مليون شخص يعانون أوضاعاً مزرية ويعيشون في مراكز إيواء وملاجئ وحتى في الشوارع، لتتحول المدينة إلى مخيم كبير للاجئين. كما تعاني رفح وضعاً مأساوياً على المستوى الصحي وسط نقص الإمدادات الطبية. ويطال القصف بشكل شبه يومي المدينة التي قد تقدم إسرائيل على اقتحامها للقضاء على ما تبقى من حركة حماس، بينما تحذر الأمم المتحدة من وضع كارثي في رفح التي يعيش سكانها حالة ترقب وقلق وخوف، ويرزحون تحت ضغوط تهدف لتهجيرهم إلى سيناء.